السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أحييك سيد رائد. طبعا نتحدث بداية عن حركة الأسواق العالمية، عودتها جلسة هذا الأسبوع، مطلع هذا الأسبوع، لتحقق نوع من التعافي. هل السبب يعود إلى آمال بإيجاد لقاح لكوفيد 19؟ بلا شك، يعني هذه الارتفاعات التي شاهدناها في أسواق الأسهم مبنية على الآمال الإيجابية بإيجاد اللقاح، ولكن يعني هي مصدر قلق في نفس الوقت، لأنه يعني كأنها تكرر أو ترسخ تكرار النموذج مرة أخرى بما حدث في الأزمة العالمية في عام 2008، وهي فورة وارتفاع وفقاعة في الأسهم ومن ثم الخروج. طبعا الآمال الإيجابية التي نشهدها حاليا هي مبنية على أنه سوف لن يكون هناك إغلاقات جديدة في الاقتصاد، في الاقتصادات، نظرا للآثار السلبية التي حدثت في شهر 4، وكذلك الأمر آمال وإيجاد اللقاح، هذا عزز شهية المخاطرة والارتفاعات، ولكن في نفس الوقت القطاعات الحيوية الرئيسية لا تزال مغلقة أو لا تزال بأداء سلبي ومتراجع. إذن ما يتم نشهده حاليا هو تفاؤل بمستقبل لم يحدث حتى الآن على أرض الواقع، ويحتاج وقت لأن الأسواق دائما تبالغ في التسعير ويكون هناك الرياكشن الخاصة بها مسبقة للأحداث الواقعية ومن ثم تعود للتصحيح، وقد يكون هذا التصحيح عبارة عن هبوط حاد يتمثل بانفجار في فقاعة في أسواق الأسهم، وعلى وجه التحديد أي أسهم مرتبطة بالقطاعات المتوقفة، سواء كان أسهم الطيران التي ننتظر العديد من إعلاناتها، إضافة إلى أسهم البنوك التي قد تتعرض لانكشافات كبيرة جدا بنتيجة المزيد من إعلانات الإفلاس. طيب سيد رائد، يعني كما ذكرت أنه إحنا سنواجه ربما بعض من القسوة حيال هذه الأسهم، بالمقابل عندك أسهم الفانج يعني مع مايكروسوفت، شفنا أداءها كتير قوي يعني، وأنت كنت قد قدمت لنا قراءة قبل الهواء، يعني عندك جوجل، مايكروسوفت، أمازون، أبل، وحتى يعني يمكن نتفليكس كمان تقدم لأكثر من شهر على التوالي ارتفاعات يعني تفوق ربما في بعضها 100%، تستفيد من هذه الجائحة. هل هذا الذي ربما يدفع أسواق الأسهم الأمريكية للارتفاع لأنه في شهية للاستثمار في العوائد المرتفعة؟ بلا شك هي أحد المكونات الرئيسية للارتفاعات في المؤشر، بالتالي نحن ننظر إلى هذه الفانج أو المؤشر التكنولوجيا على أنها يعني إلى درجة كبيرة ارتفاعات حادة في هذا القطاعات، مدعومة بأن يكون هناك لدينا فترة حجر، فترة جلوس في المنزل، بالتالي القطاع التكنولوجي هو يعني متصدي بشكل كبير وهو المتصدر الارتفاعات، ولكن ليس كافيا إذا لم يكن هناك ارتفاع أكثر شمولية أو تحسن أكثر شمولية في القطاعات، وليس فقط قطاع التكنولوجيا. في نقطة مهمة اللي هي عندنا الفانج مرتفعة، بعض المبيعات التجزئة الإلكترونية أيضا مرتفعة، ولكن إذا لم يكن هناك طلب مستمر سوف يكون هناك عودة للتراجعات، وبالتالي هي جزء من هذا الماركت الذي سوف يتأثر. طيب الذهب على 1800 أخيرا رائد، يعني 1806، إذا لا يسمعني جيدا، هل تسمعني الآن سيد رائد؟ نعم سيد رائد أسمعك بوضوح. طيب الذهب على 1800 أخيرا مدعوم طبعا بهذه المخاوف في الأسواق، هل ممكن يستمر في اتجاهه الصاعد فوق ال 1800 دولار الأونصة، أم لأنه هذا مستوى مقاومة فني نفسي قوي جدا ممكن نشوف عليه بعض المقاومة نرجع نرتد عنه هبوطا؟ يعني رولا، إذا عدنا إلى الأسباب التي دفعت الذهب للارتفاع إلى 1800 دولار لا تزال موجودة، وبالتالي هذه المستويات الموجودة حاليا هي مستويات قد تكون نفسية بلا شك، ولكن تعامل الذهب مع مستويات 1600 و1700 بنفس الأسلوب أو بنفس الطريقة ودفع بالاتجاه الصاعد، بالتالي 1800، أعتقد مستويات 1824 دولار للأونصة هي بوابة لمزيد من الارتفاعات، وخصوصا أن الطلب على الذهب عم بيكون بعدة سيناريوهات، أو السيناريو الرئيسي الخاص بها هو لتغطية مخاطر محتملة في أسواق العائد المرتفع والمخاطرة المرتفعة، وفي نفس الوقت على طرف آخر أنه الذهب عم
بيكون ملاذا آمنا لتوقعات سلبية في الفترة القادمة. وآخر نقطة وهي الذهب مقيم بالدولار الأمريكي الذي يتم عليه عمليات تيسير نقدية كبيرة وتقلص كبير في القوة الشرائية والقدرة الشرائية للدولار الأمريكي، بالتالي كمستويات تضخم ممكن أن يرتفع إلى مستويات 2200 دولار للأونصة. أشكرك دائما سيد رائد الخضر وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، كنت معنا من دبي.